مشاهدينا، وأجدد الترحيب بالدكتور حكم أمهز الخبير في شؤون إيران والشرق الأوسط من بيروت، كما أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن دكتور محمد قواص الكاتب والمحلل السياسي، كما أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن أيضا دكتور مثنى عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن. دكتور حكم أمهز، ما هي أهداف ونتائج هذه المباحثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في طهران؟ ما هي الأهداف الإيرانية من ورائها؟ بداية دعني أحييك مجددا أستاذ زياد، وأحيي ضيفيك الدكتور محمد قباس والدكتور مثنى ومتابعيك. طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلها مثل دول الجوار الآن يعني تعيش حالة من الترقب والحذر الشديد، يعني بعد الانسحاب الأمريكي المفاجئ من الولايات المتحدة الأمريكية أو السريع من عفوا من أفغانستان، وبالتالي هي تترقب، ولكن هي تعتبر أن لديها علاقات جيدة جدا مع طالبان ولديها علاقات جيدة جدا أيضا مع الحكومة الأفغانية، وبالتالي هي تقف على مسافة واحدة من الطرفين وأيضا الأطراف الأفغانية الأخرى. يعني على مدى السنوات الماضية كانت هناك زيارات الوفود الأفغانية باستمرار إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن بينهم يعني حركة طالبان. الآن الإشكالية هنا أنه مرحلة ما بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية كيف سيكون عليه الوضع في أفغانستان، خصوصا وأن لدى إيران حدود تقترب من حوالي 1000 كيلومتر مع إيران، 700 كيلومتر من هذه الحدود تسيطر عليها طالبان، لا سيما منها بعض المعابر الأساسية على سبيل المثال أبو النصر فراهي وقلعة ناب. هذه المعابر مهمة. أيضا هناك إشكالية كبيرة أنه في حال حصل يعني بقيت مستمرة الحرب والتقدم الطالباني في أفغانستان، فهذا يعني أنه أكثر من 1 مليون أفغاني سيضافون إلى أكثر من 3,300,000 أفغاني مهاجر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا سينعكس بشكل أو بآخر سلبا على الواقع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أضف إلى ذلك أنه إذا لم يكن هناك من يعني استقرار على الحدود، فهذا يعني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون مضطرة إلى يعني استخدام القوات العسكرية والقوات الأمنية، وهذا سيستنزفها كثيرا مع دول الجوار الأخرى. في هذا الإطار إن سمحت لي ما في مشكلة، لكن فقط أريد أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تحاول أن تجر المنطقة كلها إلى معارك وإلى عدم يعني إلى عدم استقرار وزعزعة أمن من خلال يعني الانسحاب السريع وترك الساحة تقريبا لطالبان. هذا نناقشه فيما بعد إذا أردت. نعم. طيب دكتور محمد قواص، إلى أي مدى لهذه المباحثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في طهران أهمية استراتيجية في المعادلة الأفغانية؟ الحقيقة لا نعرف حتى الآن إذا كان هذا مهم أو لا، لأنه حركة طالبان لديها مجموعة من المواقف التي لا تعترف بها بالحكومة وتعتبر أنه هذه حكومة الاحتلال، لكن هم أيضا يلعبون لعبة الدبلوماسية ويحاولون قدر الإمكان تقديم صورة جديدة عن طالبان التي نعرفها منذ 20 عاما، وهم إضافة إلى علاقاتهم الطيبة مع إيران ومع باكستان ومع الهند ومع الصين ومع روسيا، أيضا هناك وفد في روسيا، ويعتمدون في كل ذلك على اتفاق الدوحة، بالتالي علاقتهم مع قطر. لذلك لا يمكن التعويل كثيرا على الصور التي نشاهدها حتى الآن، هذه المشهديات المختلفة عن حركة طالبان، لأننا فعلا نقيم الساعات الأولى لبدء هذا الانسحاب الأمريكي الذي يفترض أن ينتهي خلال الأشهر القادمة. ثانيا، أن كل المنطقة حتى علاقات إيران الطيبة كما ذكر الصديق الدكتور حكم مع إيران، أو علاقات طالبان مع باكستان القديمة، أو العلاقات المتجددة مع الصين أو مع أفغانستان ومع روسيا، كل ذلك كان على قاعدة الوجود الأمريكي في أفغانستان. أما وقد زال هذا الوجود الأمريكي، ففعلا كل هذه العلاقات، كل هذه المواقف ستعيد التموضع بشكل أو بآخر. لذلك أنا لا أعتبر أن هناك ثقة كبيرة بين إيران وحركة طالبان، أو بين روسيا وحركة طالبان، أو بين كل القوى حتى يثبت العكس. طبعا أيضا أعتقد أن طالبان أيضا تحتاج إلى عدم فتح معارك جديدة مع إيران، خصوصا
خصوصا أن هناك تاريخ من الخصومة والعداء الكبير. يعني الولايات المتحدة قدمت هدية كبيرة في عام 2011 عفوا 2001 عندما أسقطت نظام طالبان، قدمت هذه الهدية إلى إيران. وإذ حاليا كما نعرف هناك حدود من 1000 كيلومتر، حوالي 70% تسيطر عليها طالبان، ممكن أن تسيطر على كل الحدود، وبالتالي طالبان بشكل أو بآخر تطل على إيران. إيران لديها مصلحة أيضا بعدم تحويل الفوضى الأفغانية إلى مشكلة لاجئين أولا، وإلى مشكلة أمنية إضافية للجانب الإيراني. دكتور مثنى عبد الله، هل يمكن اعتبار هذه المباحثات في طهران بديل عن مسار الدوحة المستمر منذ سنوات؟ هل تحاول طهران سحب البساط لتكون هي المرجع بين طالبان والحكومة الأفغانية؟ شكرا، تحية لك أستاذ زياد ولضيوف الأكارم. يعني ما أود الإشارة إليه إلى أنه مع الانسحاب الأمريكي أصبح الملف الأفغاني في الحقيقة أصبح ملف إقليمي، وهذا يعني انطلاق التنافس الإقليمي على من سيكون شرطي هذه المنطقة أو شرطي الإقليم في هذه البقعة الجغرافية. طبعا طهران إحدى هذه القوى المتنافسة. في رأيي أنها لا تريد أن يكون هنالك مصدر خطر وحرب أهلية على حدودها، هذا أولا، وثانيا هي تريد أن تشهر نياتها الحسنة أمام الآخرين وخاصة الولايات المتحدة باعتبارها كعنصر سلام بالمنطقة، طمعا في أن تكون هذه ورقة ضغط بيدها في المفاوضات النووية. لكن صانع القرار الإيراني إذا كان سابقا يخاف من أفغانستان لأن القوات الأمريكية كانت على حدوده، فإنه اليوم ينتابه الخوف من أن يكون الانسحاب الأمريكي لعبة أو فخ لإيران كي تسقط في المستنقع الأفغاني الذي هو أشد قسوة من المستنقع السوري والمستنقع العراقي. وهي طهران تعرف جيدا بأن أفغانستان هي مقبرة الإمبراطوريات على مر التاريخ. يعني طبعا هنالك فرق في الحقيقة ما بين المفاوضات التي جرت في الدوحة والمفاوضات التي جرت في طهران. يجب أن نشير إلى مسألة أساسية، أنه طالبان هي ليست واحدة وليست على قلب رجل واحد، هنالك أجنحة كثيرة وهنالك فرق كثيرة وهنالك اتجاهات كثيرة في داخلها على مر هذه السنوات، تشكلت على مر هذه السنوات، وهذه الأجنحة وهذه الفرق فيها في الحقيقة كلها لها ولاءات إقليمية ولها حواضن أيضا بالإقليم وخارج الإقليم. وبالتالي يعني يجب أن نفرق ما بين ما حصل في الدوحة وما حصل في طهران. في الدوحة يبدو أنه لم تظهر نتائج إيجابية بشكل كبير، وطهران اليوم عندما دعت طالبان وبقية الأحزاب السياسية المشتركة في العملية السياسية تحاول أن تكون كما قلت بأنه هي عنصر السلام في هذه المنطقة، لكنه هي طبعا تعرف جيدا بأنها طالبان أجنحة كثيرة، ويبدو أن الإيرانيين استطاعوا أن يمدوا جسور التواصل مع بعض الأطراف في طهران وليس كل الأطراف. بريف يعني أشار إلى مسألة مهمة، أنه تطورات وتغيرات طرأت على الملف الأفغاني، وطلب من جميع من الأطراف التوافق والسياسي والقبول بالقرارات الصعبة. يعني أنا أقرب بأنه ما يشير إليه بالقرارات الصعبة أنه هو يحاول أن يشكل ما تسمى بالعملية السياسية التي تحوي جميع الأطراف، وأنا لا أعتقد بأنه هذه ممكنة في ظل الواقع الأفغاني حاليا. نعم. طيب دكتور حكم أمهز، يعني بالتأكيد لطهران علاقات مع بعض المكونات الإثنية والعرقية في أفغانستان، ولكن إلى أي مدى تخشى طهران من استدراجها إلى المستنقع الأفغاني كما تحدث دكتور مثنى؟ وأفغانستان كما هو معلوم مقبرة الإمبراطوريات، هزمت الاتحاد السوفيتي واليوم تهزم الولايات المتحدة. صحيح تماما. أنا يعني أعتقد أن إيران أزكى من أن تفوق، يعني تدخل في هذا الأتون في أفغانستان، وبالتالي لا أعتقد مطلقا أنه يمكن للجمهورية الإسلامية أن تدخل في الدائرة النيرانية في أفغانستان في حال استمرت الأوضاع على هذا الأمر. أنا بتقديري أن طالبان، يعني كما أشار ضيفي الكريمين، أنه خلال 20 سنة لم تعد طالبان قبل 20 سنة.
ونكبوا في الفكر الطالباني ربما يدل عليه الحركة الدبلوماسية التي تقوم بها الآن طالبان من خلال الوفود التي تزور روسيا أو تزور إيران وتقوم بمفاوضات وما إلى ذلك. هذا يعني أن طالبان يبدو أنها تريد أن تغير المسار العنفي العسكري الذي كان موجودا في السابق، وهي تريد أن يعني تعطي طمأنينة للدول المجاورة، بمعنى أنها أكدت مثلا الوفد الموجود في روسيا حتى الوفود الموجودة في إيران أكدوا على أن المراكز الدبلوماسية والمراكز الإدارية وأماكن المساجد والمدارس وغيرها من هذه الأماكن المدنية لن يعني تستهدفها طالبان في اجتياحها الذي يقوم الآن في أفغانستان. هذه مؤشرات على أن طالبان تريد أن يكون هناك تحول لحكم أفغانستان على طريقتها إلى الإمارة الإسلامية، ولكن بنفس مختلف عن السابق. هذا ما أكدت عليه أيضا الوفود المشاركة في اجتماعات إيران، يعني أكدوا على أنه هناك ثلاث نقاط أكدوا عليها، أنه لابد من وقف الحرب، الدخول في مفاوضات تشكيل حكومة وطنية، لأنه لا يمكن لطرف أن يعني يحكم أفغانستان، وهذا أيضا تاريخيا موجود حتى لو كان قوي سواء كان طالبان أو غير طالبان، لأن هناك ستتشكل هناك يعني مقاومات على مستويات مختلفة، لأن يعني أفغانستان فيها الكثير من القوميات. فأعتقد أن هناك تحول في الموقف. لكن أنا تقديري أستاذ زياد، وهذه نقطة جدا مهمة جدا جدا مهمة، أنا تقديري هناك مخاوف من إدخال داعش على خط اللعبة في أفغانستان، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت بطبيعة الحال. نحن نعرف أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقتنع بالهزيمة، هي تريد أن تدخل أفغانستان في حرب أهلية، وتريد أن تدخل داعش في اللعبة لكي يكون هناك صراعات ما بين طالبان وداعش، لأنه كما أشار ضيفك الدكتور مثنى أن هناك فرق من طالبان، وبعض هذه الفرق من طالبان هي مؤيدة لداعش وهي مؤيدة للقاعدة، وطالبان بشكل عام هي مؤيدة للقاعدة، فلذلك يمكن أن يكون هناك في المرحلة المقبلة معارك بين هذين الطرفين، يعني داعش ومن جهة ومؤيديها وطالبان ومؤيديها، وبالتالي هذا يعطي لا استقرار في المنطقة في أفغانستان ولا استقرار في المنطقة، لأن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية هو تحويل أفغانستان إلى بؤرة لكل الجماعات التكفيرية، وبالتالي بحيث تتحول أفغانستان إلى عصا لكل دول الجوار تهدد بها روسيا والصين وطاجكستان وتركمانستان وإيران وباكستان وما إلى ذلك. وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها انسحبت، ولكن حولت أفغانستان إلى مركز تهديد للصين و روسيا وإيران الذين يشكلون عدوا استراتيجيا لها. طيب بالمقابل دكتور محمد قواص، بمقابل الحديث عن داعش، إلى أي مدى يمثل المذهب الشيعي في إيران تحديا وعائقا أمام التدخل الإيراني ولعب دور في الصراع الأفغاني، أم هو سيكون عاملا مساعدا لها ليكون لها قدم في أفغانستان؟ أستاذ زياد، نحن نعرف في السنوات الأخيرة كانت الهزارة في أفغانستان هي جزء من المجموعات المسلحة التي استخدمتها إيران في حروبها هنا وهناك، يعني كان في تقريركم الحديث عن لواء الفاطميون الذي عمل في سوريا ويعمل أيضا في مناطق أخرى، ويمكن انتقاله من جديد إلى أفغانستان. ثانيا، عندما قامت إيران بإصدار هذا التعميم أو هذه النصيحة للهزارة في أفغانستان بأن لا يصطدموا بطالبان، لأن ذلك يعني يمثل تهديدا لأمن أفغانستان وخدمة لأجندات خارجية، كان أيضا في رسالة مبطنة إيرانية أيضا لطالبان أنه هي تملك هذه الولاية على شيعة أفغانستان، وبالتالي بإمكانها أن تكون متعاونة مع طالبان أو تكون معادية لطالبان. على أي حال، هذه من الأوراق التي تطرح في الأيام الأولى لهذا الوضع الجديد. لا أعتقد أن إيران تريد ذلك، ولا أعتقد أن طالبان أيضا تريد هذا الموضوع. أنا أعتقد أن طالبان ليست بالقوة الكبرى التي بإمكانها أن تشكل ثقلا نهائيا، يعني هذه الأطراف المشاركة في الحكومة أو هذه الأطراف التي ليست طالبان هي أطراف أيضا قوية، ربما ليس بإمكانها أن تطرد طالبان، لكن بإمكانها أن تمنع طالبان من أن
تستلم بلدا مستقرا بإمكانها أن تفرض ما ذو تريد. وأعتقد أن طالبان مدركة لهذا الأمر، وهذا الذي يدفعها لأن تتعاون مع إيران، أن تتعاون مع روسيا، أن تتعاون مع باكستان والهند والصين. وكل هذه الدول التي أتحدث عنها هي دول، دعني أقول، غير متحالفة، هي متناقضة. يعني لاحظ معي حتى الوجود التركي الجديد في أفغانستان، أو بقاء تركيا في أفغانستان، هذا التناقض الذي ممكن أن يحصل بين نفوذ تركيا، إيران، روسيا، وخصوصا أن هذه اللعبة كلها قد ددعها في اللعبة الكبرى في الصراع الأمريكي الصيني، كيف يمكن استخدام ذلك مع هذا الطرف ولذاك. ولا أعترف أن ولا أعتبر أن حركة طالبان بإمكانها أن تكون إلى هذه الدرجة من القوة، بحيث بإمكانها أن تقاوم كل هذه القوى العظمى الآتية باتجاه أفغانستان. طيب دكتور مثنى عبد الله، في ظل هذه الصراعات المفترضة القادمة بين كل هذه القوى في أفغانستان، إلى أي مدى ستستطيع برأيك إيران في ظل التناقض، إذا أردت التناقض ربما المذهبي، التناقض الإثني العرقي، إلى أي مدى ستستطيع طهران أن يكون لها قدم وتمدد ونفوذ في أفغانستان، وإلى أي مدى سيسمح لها بذلك؟ يعني أعتقد بأنه طهران تتمتع بعلاقة معقدة مع أفغانستان، ليست علاقة سهلة، وعلى الرغم من أنه أجرت محادثات مع الأطراف الأفغانية مؤخرا وسابقا في طهران، لكن بعض الأطراف الأفغانية حتى التي اشتركت في المفاوضات يعرفون جيدا أن طهران كانت الداعم الرئيسي لطالبان. يعني هذه الأحزاب التي حتى اشتركت في المفاوضات الأخيرة تعرف بأنه ما هي كانت العلاقة، وأن مقاتلي طالبان، يجب أن نشير إلى ذلك، تلقوا تدريباتهم على يد الحرس الثوري، وكانت داعم مالي وتسليحي لهم، وقدمت حتى مكافآت. يعني وردت في الأخبار سابقا بأنه قدمت طهران مكافآت لمسلحي طالبان الذين يستهدفون القوات الأمريكية وحلفاء أمريكا من الأفغان، كما أنها يعني كما أشار التقرير أنها استغلت قبيلة هزارة. يجب أن نشير إلى أنه لم تكن الحكومة الإيرانية في الحقيقة دائما على علاقة ودية مع طالبان. يعني ما أود القول في أنه في عام 1998 كادت إيران أن تخوض حربا مع أفغانستان بقيادة طالبان، عندما كانت طالبان موجودة، عندما قتل طالبان 9 إيرانيين، يعني أتذكر صحفي، يمكن 8 دبلوماسيين أو 9 في القنصلية الإيرانية في أحدى المدن في مزار الشريف أتصور. بعد غزو الولايات المتحدة لأفغانستان في عام 2001 تعاونت إيران بشكل كامل مع الولايات المتحدة. هذا يعطيك فرصة أخي زياد على نوعية العلاقة المعقدة لطهران. تعاونت مع الولايات المتحدة وكانت نشطة للغاية في تشكيل الحكومة الأفغانية في فترة ما بعد طالبان، وتوسطت بعدين بين الأمراء الحرب الأفغان وجلبتهم إلى مؤتمر إعادة الإعمار في بون. وقامت إيران أيضا باستضافة العديد من أمراء الحرب الأفغان لسنوات عديدة، وطردت قلب الدين حكمتيار بسبب عدائه للولايات المتحدة. يعني كانت وجدت بأنه قلب الدين حكمتيار يعني على خلاف أجندتها، لأنه في ذلك الوقت كانت أجندتها مساعدة الولايات المتحدة. لكن الأمور تغيرت في 2002 عندما وصف الرئيس بوش إيران بأنها إحدى أطراف محور الشر في خطابه عن حالة الاتحاد. قد يكون هذا هو في هذا الوقت بالضبط نشأ اتصال إيران مع طالبان مجددا، يعني خوفا من هجوم محتمل. يعني وجدت بطالبان أنه هي الساتر التي تحتمي به من ما يمكن أن تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية بضربها من خلال أفغانستان، كما زودت إيران طالب بالعبوات الناسفة لمساعدة حملتها ضد الاحتلال الأمريكي. طيب دكتور حكم أمهز، من التعاون كما ذكر دكتور مثنى بين إيران والولايات المتحدة إلى المواجهة، ما هي الاستراتيجية الإيرانية اليوم في أفغانستان في ظل هذا التنافس المتوقع والذي سيكون محتدما لدينا روسيا، الصين، تركيا، باكستان، دول عديدة تتنافس في أفغانستان، ما هي الاستراتيجية الإيرانية؟
أن أخالف الدكتور العزيز مستنى فيما يتعلق بموضوع العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في أثناء وبعد الغزو الأمريكي. أصلا الجمهورية الإسلامية منذ أن بدأ العدوان والاحتلال الأمريكي لأفغانستان كانت تعارض، لأنها كانت تدرك تماما بأن الوجود الأمريكي على حدودها يشكل خطرا عليها، ولكن هي في ذلك الوقت كانت تتمتع ولكنها يا دكتور حكم يعني باعتراف إيران نفسها ساعدت الولايات المتحدة في احتلال العراق. لا لا لا، حتى في احتلال العراق أصلا أنا كنت موجود في ذلك الوقت وكنت أقضي الحرب في ذلك الوقت، وكنت على تواصل مع الكثير من المسؤولين الإيرانيين ومع كثير من المسؤولين العراقيين في فصائل المقاومة، ويمكن أن نفصل في هذا الأمر. أبدا أنا يعني ربما بطبيعة الحال لن تتدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذلك الوقت، ولكن كانت يعني على مسافة واحدة، وهي كانت تعارض الاحتلال للعراق، لأنه في وجود الاحتلال الأمريكي للعراق أيضا هو عملية حصار أفغانستان والعراق، يعني عملية حصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا ما كانت تدركه تماما. ولكن في أفغانستان، نعود إلى أفغانستان، كانت تتمتع إيران بعلاقة جيدة جدا مع الكثير من الفصائل في ذلك الوقت، وبطبيعة الحال كانت على علاقة سيئة مع طالبان، لأن طالبان انطلقت كانطلاقة داعش في ذلك الوقت، وقامت ليس فقط بعملية اغتيال بطريقة بشعة جدا لأعضاء السفارة أو القنصلية الأمريكية في مزار شريف في ذلك الوقت، ولكن أيضا قامت بتصفية قادة حزب الوحدة الإسلامي بعد أن استدعتهم للمفاوضات، وعندما جاءوا إلى المفاوضات قامت بقتلهم بطريقة أيضا بشعة. ففيما بعد هذا الواقع، عندما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية، طيب لو كانت إيران تؤيد موضوع الاجتياح الأمريكي للعراق، يعني لماذا تعود ويعني تحسن علاقاتها مع طالبان وتدعم طالبان في مواجهة الاحتلال الأمريكي؟ إذن هذه الإشكالية أعتقد أنها معقدة. بطبيعة الحال نحن نعرف أن العلاقات الدولية دائما معقدة، ولا تقوم على أساس المشاعر بل تقوم على أساس المصالح. فإذا في هذا الإطار انتهينا منه، نتحدث عن موضوع الاستراتيجية الإيرانية. أنا بتقديري أن إيران ستحاول أن تتعاون، وهذا هذه الدبلوماسيه الايرانيه هكذا عاده تتعاون مع دول الجوار في دول جوار افغانستان لمواجهه اي مخاطر، لان زعزعه الامن والاستقرار لن يؤثر فقط على ايران بل سيؤثر على دول المنطقه بشكل كامل. وتحدثنا عن ان موضوع الروسي والصيني وهذا تحدي كبير للولايات المتحده الامريكيه، ستحاول استخدام أفغانستان لمساعدتها في هذه المواجهة، وبالتالي تعمل الأطراف كلها في إطار محاولة إيجاد، لا أقول تحالف، ولكن تعاون وتنسيق فيما بينها مع طالبان يعني إنقاذ المنطقة من أي مخاطر. لأنه حتى سيد الأستاذ زياد، حتى عدم الاستقرار في أفغانستان هذا ليس في مصلحة طالبان، وهذا ما باتت تدركه طالبان بشكل أساسي. فلذلك أعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تعاون، وإذا ما عدنا إلى البنود الستة التي خرجت منها اجتماعات طهران بين طالبان والحكومة الأفغانية، إضافة إلى ثلاثة فصائل أفغانية أخرى، ستة بنود أكدت بشكل أساسي على موضوع ضرورة حل الخلافات بشكل سياسي وسلمي بعيدا عن الحرب. انا اعتقد ان طالبان جادة في هذا الامر هذه المرة، ولكن تريد ان تاخذ حصة الاسد في اي تسوية سياسية مقبلة. طيب دكتور محمد قواس، كما هو معلوم هناك تحالف بين ايران وروسيا والصين في اكثر من مكان، منها في سوريا، في العراق، في اليمن. الى اي مدى سيكون هذا يعني التكامل أو التحالف في أفغانستان أيضا، أم سيتحول إلى تنافس وصراع ربما؟ يعني أنا أتحفظ على كلمة تحالف. هناك مصالح مشتركة في هذه الدولة أو تلك أو في هذا الميدان أو تلك، يعني لا أعتقد أنه بإمكاننا الكلام عن تحالف بالمعنى الحقيقي في ميادين مثل سوريا أو مثل أي مناطق تانية. هذه الدول تختلف فيما بينها، تلتقي في مواضيع أخرى، لكن أريد أن أعيدك إلى ما قلته في القسم الأول، أن كل هذه الدول كانت تتحالف وتتآلف بناء على معطى وجود أمريكا في أفغانستان. أما وأما خرجت الولايات المتحدة من هذا البلد
فربما أن غياب هذا المعطى قد يخفف من موضوع مستويات التحالف ويرفع من مستويات التناقض، لأنه عملية هيك بشكل رومانسي، أما وأن الولايات المتحدة تنسحب من هذا البلد، فيفترض أن الدول الإقليمية، يعني كما أشار الدكتور مثنى إلى أنه هذه المشكلة أصبحت إقليمية، يفترض أنه هذه الدول الإقليمية المتآلفة، نتحدث عن إيران، نتحدث عن الصين، نتحدث عن روسيا، وربما أيضا باكستان، الهند، بالإمكان وجود هذه النقطة المشتركة، أن تؤسس لنظام إقليمي بإمكانه أن تكون مناسبة أفغانستان مناسبة سعيدة للاستقرار والازدهار. لكن كل هذه الدول حاليا التي كانت مرتاحة، دعني أقول متموضعة بشكل أو بآخر وفق استاتيكو الوجود الأمريكي، وجدت نفسها فجأة ترتجل حالة من التحرك والتموضع الجديد، وتحاول أن تفتش عن موقع قدم لا هي تحتاج إلى أن تكون موجودة داخل أفغانستان المجهولة. ربما من الآن حتى الأسابيع والأشهر المقبلة، حتى يستقر الوضع سلما أو حربا في هذا البلد، حتى نستطيع أن نتبين إمكانية وجود، دعني أقول، نظام إقليمي، حتى لا أقول نظام دولي جديد حول موطأ أفغانستان. لا أعرف حتى الآن إذا كانت الولايات المتحدة بانسحابها هي بشكل غير مباشر تركت لغما كبيرا في هذه المنطقة قد تستخدمه في صراعها الكبير مع الصين. اللافت هو غياب باكستان عن المشهد. دكتور مثنى عبد الله، لماذا برأيك باكستان غائبة حتى اللحظة؟ نحن نشهد يعني الحضور القوي لروسيا، لإيران، حتى لتركيا وطاجكستان وغيرها، ولكن غياب باكستان التي هي تاريخيا صاحبة اليد الطولة في أفغانستان، وما هي التوقعات برأيك لنتائج هذا الصراع في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟ يعني شكرا جزيلا على هذا السؤال. قبل ما أجاوب على هذا السؤال، أود أن أقول بأنه لا أحد من الدول الإقليمية المجاورة لأفغانستان يملك يتمتع بنفوذ كافي على طالبان. كما قلت أنه طالبان مجاميع وأجنحة، ولذلك من مصلحة المنطقة بأكملها لا تصبح أفغانستان ملاذا للجماعات الإرهابية. قد يكون الحل الإقليمي حلا دائما يمنع أفغانستان من الانزلاق إلى الفوضى، لكن هذا يعتمد على نيات الباقين. في موضوع الإجابة على باكستان، يعني دعني أقول بأنه ربما باكستان هي الدولة الأكثر تأثراً بالوضع الأفغاني. لماذا؟ لأنه أولاً حتى القبائل، ومنها قبيلة البشتون، هي منقسمة، قسمتها الحدود ما بين أفغانستان وباكستان. لكن المشكلة في هذه الدولة أنه الولايات المتحدة لا تثق بالباكستانيين. وإذا تذكر أخي زياد أنه في يوم من الأيام هذا نفسه بايدن اتهم باكستان عقب عملية اغتيال بن لادن، اتهم أجهزة الأمنية بأنه تلعب لعبة مزدوجة. ثم أنه عندما جاء ترامب وجدنا بأنه حتى قطع المساعدات أيضا بنفس التهمة. نعم. هذه الإشكالية في الحقيقة في داخل باكستان. باكستان اتخذت من طالبان لعبة، لذلك وجدنا بأنها حتى هي انشأت لعبة أخرى سمتها طالبان باكستان، وطالبان باكستان انشقت بعدين عن الأجهزة العسكرية الباكستانية. يعني هذه اللعبة المزدوجة في الحقيقة أضرت بالباكستان كثيرا، وساءت استعمال لعبة طالبان عندما يعني دعمت سرا شبكة حقاني دون أن تدعم الحكومة الأفغانية، كما أن المؤسسة العسكرية الباكستانية في الحقيقة كان لها اليد الطولة في كل هذه الصراعات التي وجدت في هذه المنطقة. كان الصراع ما بين طالبان الباكستانية وطالبان الأفغانية، لأن طالبان الباكستانية كما توالي الحكومة الأفغانية، وطالبان الأفغانية كانت توالي المؤسسة العسكرية الباكستانية لأنها تعتمد عليها. يعني اليوم تأمل واشنطن أن يكون لباكستان تواجد في أفغانستان يساهم في الاستقرار، لكن أنا لا أعتقد ذلك. طيب أخيرا وبجملة واحدة لو سمحت، ما هي توقعاتك لنهايات هذا الصراع في أفغانستان؟ سؤالي لي أستاذ زياد؟ نعم تفضل.
يعني أنا أتوقع بأنه طالبان سوف لن تغير منهجها الذي كانت تسير عليه، وبالتالي هذه الانتصارات المتسارعة وهروب الجيش الأفغاني إلى دول الجوار من الحدود وغيرها، في الحقيقة هذا يعطي لكل حركة مسلحة يعطيها نشوة الانتصار، وبالتالي عادة نشوة الانتصار تقضي على الأهداف الاستراتيجية. نعم.